اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده في نهايه العشره الاوائل من الشهر الكريم، كل عام وحضراتكم بخير. رمضان في مصر حاجه تانية، والسر في التفاصيل. تفاصيل عندنا النهارده، نرجع للزمن الجميل وفي اكله مش ممكن ننساها ابدا، دايما بنحب ناكلها من ايد امهاتنا، اللي هي كفته جبلي بالرز او كفته اللحم الجبلي بالرز. نقدمها بقى مع صوص طماطم، ناكلها بقرمشه، ناكلها مع رز ابيض، ناكلها رز بشعريه حسب رغبه ولادها. النهارده هنعملها مع بعض ويا رب نوصل للطعم بتاع امهاتنا، مع ان ده مستحيل يعني اكله ام نوصل لها بالطعم ابدا. هنعمل النهارده الكفته الجبلي. تفاصيلها كتير يعني، بتحط لها توم، بتحط لها خضره، بتحط لها بصله حلوه، بهارات حلوه، الحاجه الجميله الحلوه دي. معانا كمان النهارده جوز فراخ حلو شابورتي صغير، عايز اعملهم مشوي. فهعمل الفراخ المشويه النهارده على الطريقه المغازيه، افتكاسه مني بقى، بزيتون، بليمون مخلل، هياخد الفليفر الروزماري، عصير ليمون، زيت زيتون، زبده في الاخر تنزل كده. هنشوف الكلام ازاي مع جوز فراخ حلوين، ناكل الصلصه اللي هتنزل منهم ونسيب الفراخ للضيوف. حلو الكلام؟ حلو الكلام. معانا النهارده حصري كمان على شاشه القناه الاولى، احنا عارفين حاجه اسمها حلاوه الجبده. دي معروفة من المطبخ السوري، بتتعمل بالقشطة وبتتزين بالفستق الحلبي، لطيفة وحلوة، بس مش معروفة قوي في رمضان لأنها يعني هي دسمة شوية. في أنا هعمل النهاردة حلاوة قمر الدين، حلاوة قمرية. هنشوف نعملها مع بعض إزاي، فيها تفاصيل كتيرة قوي. فيها سميتة ناعمة، فيها جبنة عكاوي، فيها قمر الدين منقوع معانا، فيها عسل، فيها فستق حلبي، فيها فستق مية الزهر، حاجات كتيرة قوي فيها تفاصيل. الحلو ده قيمته الغذائية عالية جدا، وكمان مفرح للمعدة، وكمان يتقدم في المناسبات اللطيفة. طبعا سفرتنا لا تخلو من طبق الفول. الفول النهارده مميز، فول بالبيض، ولكن مش زي اللي انتوا بتعملوه، أنا هعمله النهارده بطريقة مختلفة. الكلام ده هنشوفه امتى؟ بعد الفاصل، اوعوا تروحوا بيه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا خط سير الحلقه يشتغل معانا ازاي. معانا ماتيريال كتير، معانا حاجات كتير النهارده. الاستاذه البروديوسر بتقول لي هتلحق تعمل كل ده شيف وغازي في الوقت ده؟ ده احنا بنخش المطبخ قبل المغرب بساعتين، بنطلع بطبقين. حلو الكلام. انا معايا شويه مزبلاص، خلي بالك من المصطلحات الطهويه دي، ما تفكرش مزبلاص يعني التحضير، اللي هو تظبيط الشغل اهم من الشغل زي ما بيقولوا يعني. يعني مثلا عندي كفته الجبلي عشان اعملها انا مفرمها وجاهزه، انت ممكن تشتريها جاهزه بالسوق مثلا، مش هتفرميها، هي معايا انا جايبها جاهزه زي الفل وفرمها ومحضرها، وهقول لك تعمليها ازاي. الماتيريال بتاعها كالاتي: كفته اللحمه الجبلي على الشاشه، معانا لحم جملي حته حلوه كده، خاليه من العظم، حته ملبسه زي الفل، توص الجزار، ولازم تجيبي اللحم الجبلي من عند الجزار موثوق منه، جيبوا لك اللحمه الجبلي يا شباب اهيت. لازم الجزار هنا مع اللحمه الجبلي بالذات يكون فيه يعني ايه صله لطيفه، يعني حاج صباح الخير وعيدك بزياره النبي، عايزه حته لحمه جبلي حلوه، هيديكي حته لحمه. معانا بصل، معانا توم صحيح، معانا فلفل حار، خضره المحشي، كزبره وبقدونس وشبت، ورز مصري. هي من غير الرز المصري ملهاش اي شخصيه، تبقى كفته جبلي بقى كفته كندوز، رز مصري بيتجاب ويتغسل، وبعد ما يتغسل بتتصفى ميته وبيبقى معانا بالشكل ده كده. هي ده كده التفاصيل كلها على بعضها اهي يا فندم. حلو الكلام. ده كله مع بعضه كده بيتنزل على المفرمه. ما عنديش مفرمه، بتقطعي اللحمه دي عصافير صغيره، بتنزلي بيها في الكبه بتاعتك، بتتفرم كده. خلصنا الحجه بتاعتنا، بس مش هنرجع برضو لطعم امهاتنا، ولكن امهاتنا كانوا يعملوها زمان على الهون ده وتبقى لطيفه وحلوه. وانا فاكر انا زمان مسكت ده وقعدت اشتغل كده طول النهار، والا ما كنتش اكل منها. حلو الكلام. لحمه، بصل، فلفل حار، ثوم، خضره المحشي لازم تكون عندك، بصل اللي هي البقدونس والكزبرة، انا بسميهم الثلاثي المرح. حلو، زي ثلاثي اضواء المسرح كده، بقدونس وكزبره وشبت وبصل وثوم. البهارات بتاعتك ملح وفلفل وكمون، وارفعي ايدك من اي توابل تانيه، خلي اللحمه الجبلي كده تبان طعمها في قلب الكفته. جبناها وبعنا بالشكل ده كده بعد ما اتفربت. حلو قوي. التفاصيل زي ما احنا شغالين، بنجيب بوله فيها شويه ميه، معانا كفته اللحم الجبلي بواسطه شويه ميه او شويه زيت، انا ما اعرفش الحاجه كانت تعملها ازاي بصراحه، الله يرحمها وربنا يخلي كل امهاتنا يا رب، كانت بين ايديها كده زي الفل، قد صباع الايد، والله العظيم كنت اقيس الصباع الاقيه قد التاني، ازاي هي كده بقى؟ بركه بركه
فين البركه دي؟ اهو. هناخد الكفته دي زي الفل كده ونحمرها في قلب الزيت. دي لازم تتحمر. وهي الحاجه لما كانت تحمر الكفته دي كنت ايه اطلع من المطبخ، والا كنت باكل اللي بتحمر اول باول. اه والله العظيم. لان انا احبها مقربشه كده زي البطاطس. هي بقى كانت تحمرها، وبعد ما تتحمر بيبقى فيه طماطم متسبكه. تخديعه يعني بيسموها. الواحد ياكلها من هنا ودماغه تتقل من هنا. ما كناش بناكلها في الثانويه العامه، يعني اللي كان بيذاكر في الثانويه العامه ما كانش ياكل الاكله ديت. ليه؟ يقول لك التخديعه دي هتخليك تنام يا حماده. كفته اللحمه الجمل لازم تنزل على زيت هادي كده علشان ما تتحرقش منك وتتحمر من بره، لازم تستوي من بره من جوه زي بلح الشام. افتكري كده الكلمه اللي بقولها دي، لما تيجي تحمري كفته اللحمه الجملي عشان هي فيها رز ني مش رز مستوي، حمريها زي فكره تحمير بلح الشام. ازاي؟ شغال زي الفل يا باشا، بس انا لازم يكون زيت هادي خالص علشان بلح الشام لما بيتحمر بينزل في زيت بارد مش في زيت سخن. اه، وتسيبها كده هتستوي تبقى زي الفل. حلو كده، عمرها ما هتفك. ده الكفته خلاص انا خلصت منها. اقول تاني التفاصيل علشان حضراتكم بتعملوها، مع ان انتوا بتعملوها اشطر مني. معانا اللحم الجملي، معانا بصل، معانا رز مصري، معانا توم، معانا فلفل حار، معانا خضره المحشي، كل دول بيتفرموا في كبه. ما عنديش كبه، بقطع اللحمه عصافيري والبصل صغير وبنزل بيهم. ما عنديش مفرمه سوري، بنزل بهم في كبه اللي هي الكبه العاديه بتاعه البصل. مفرومه بتطلع معايا بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. دي المرحله دي خلاص خلصنا منها. حلو الكلام. وبتسيبها في الثلاجه شويه وتصبعيها بصباع ايدك كده زي الفل بشويه زيت بشويه ميه، بتطلع معاك لطيفه وزي الفل. عايزه تاكليها مقليه اهلا وسهلا. عايزه تحطيها في طماطم تخديعه زي اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. طماطم متسبكه اهيت معايا، بص عليها كده، ايه الجمال والحلاوه دي. اهي اهي، الله، اهي زي الفل. نبص عليها، اللهم صل على النبي. اهي شفت، لازم كده تحطها على النار لغايه لما تقصر. اهي شفتي، الله، اهي اهي، واخده سمنه بلدي وبصلايه وتومه، بس انا ما رضيتش احط البهارات للامانه غير مع حضراتكم. شفت شويه التخديعه دول؟ دول عندك زي الفل. هنبدا نحط ملح وفلفل، ممكن تحط شويه بقدونس. ما تكترش الملح في الصيام، خلي الملح دايما بالسالب. ليه يا شيف مغازي؟ عشان يتعالج، يبقى ليه معالجه على السفره. انما بالموجب هنسيب الاكل ونقوم. يعني ايه؟ لو الملح بالسالب هنجيب الملاحه ونزود شويه ملح. طب الملح بالزياده؟ خلاص شبعنا والحمد لله، ويبقى بعد ما بنشرب الميه وناكل التمر يبقى خلاص. ده كده صوص الطماطم جاهز ومعايا زي الفل. تمام، نروق الدنيا ونخش على اللي بعده. عندنا جوز فراخ شبرت. تعالوا نشوفه مع بعض بالخلطه المغازيه على طريقتي، هتعجبكم ان شاء الله، واكتبيها عندك في الكشكول. معانا اتصال بيه الحبيب. طيب تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنشوي الفراخ. معانا جريلا في الفرن بتسخن، بنطلعها من الفرن كده. كل ده عشان نكسب وقت مع حضراتكم. اهو بنجهز الحاجه بتاعتنا زي الفل. ومعانا جوز فراخ، نشوف المقادير بعد اذن فريق العمل اللي بوجه له تحيه كبيره. جوز فراخ حلوين، معانا بصل، معانا توم، معانا زيت زيتون وعصير ليمون وزبده وليمون مخلل وزيتون مخلل اخضر. ليمون مخلل وزيتون مخلل اخضر بتشال منه النوى، وزبده. تعالوا نشوف ازاي هنشوفه مع بعض. حلو الكلام. هنخلي الاول جوز الفراخ هنا كده. تعالوا نعمل الخلطه بتاعت الشوي اللي احنا هنعملها مع بعض دي دلوقتي حالا، عشان عايز حضراتكم تعملوها النهارده. ما تجيب لي الكفته كده برنس استاذ فاروق، استاذ شفيع، انا اسف. وشوف الكفته اللي انت كنت بتقول لي الزيت بدات تقوم معايا اهيت، انا عايز كده. هتلاقيها مستويه من جوه زي بره، الله عليك. اهي يا برنس، اهي يا حبيبي، اهي، اللهم صل على النبي. اهي 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 اهي، الله، هو ده هو ده. ايه ده؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ مدرسه مدرسه. طيب انا يهمني دلوقتي كلنا بنشوي فراخ. الشيف المغازي قال لك هعمل حاجه اسمها خلطه مغازيه، يعني اختراع، والمطبخ اختراع، فن، رؤيه، ابداع. الليمون معايا بقطعه كده بالشكل ده كده صغير عصافيري، ده ليمون مخلل. حلو، لا دي طريقه مغازيه. حلو بالشكل ده كده. دايما انا اقول بنسب الاكله للي يبدع فيها، ويقول لك اكلة امي. اكلة امي يعني مثلا واكلنا ياما، كلنا اكلنا من امهاتنا اكلات ما اكلناش من ايد حد تاني، ونعيش ونموت ما اكلناش من ايد حد تاني. نفس الطريقه ديت، زي النهارده مثلا الحلاوه قمر الدين اللي انا عاملها دي حصريه.
على شاشة القناة الأولى. ده ليمون مخلل. ناخد الزيتون قطع بالشكل ده كده، خالي الدواء خلي بالك، ولازم تشيك عليه كويس ما يكونش فيه دواء. اهو تقطع صغير كده، مش في الكبه، تحت السكينه. بالشكل ده كده عشان يبقى خشن على وش الخلطه بتاعت الفراخ. ده الزيتون المخلل. حلو قوي. معانا طماطم شيري صغيره. شوف الطريقه دي بقى أوه. ما عندكيش الطماطم الشيري ديت، تجيبي طماطم عاديه. عندنا روزماري. حلو. معانا بصلايه مفرومه ناعم تحت السكينه برضو تفرم ناعم. كل دول مع بعض. معانا روزماري دي طريقتي، وجربيها. معانا عود زعتر كمان زي الفل، وشوفي هتطلع معاك الطعم ازاي. دايما المشويات بتبقى اختراع. الراجل يحب يخش المطبخ يوم اجازته يقول لك النهارده هتاكل مشويات من ايدي. نشوي في البلكونه، نطلع بره مثلا في الخلا نشوي، مفيش مشكله. الحاجات ديت طبعا مطلوبه التغيير. اهو ده روزماري برضه بيتفرم بالسكينه كده عشان اخد الفليفر بتاعه. حلو قوي. هناخد كل ده يا عم الشيف في بوله كده مع بعض زي الفل. طبعا معايا الطاسه بتاعتي او الجريلا او الصينيه اللي هشوي فيها على النار، ده مطمني يعني. باخد كل ده مع بعضه. اللهم صل على النبي. زيتون، ليمون، بصل، طماطم شيره صغيره، روزماري. حلو قوي. تسلم ايدك يا عم الشيف. ناخد ده كده زي ما هو، وعليهم مكعب زبده. 1 2 3 فص توم ناعم. الله عليك وعلى والديك. عصره ليمون لازم هنا المطبخ ده بقى اللي الاختراع. عصره ليمون، توابلنا ملح وفلفل. اخبار الكفته ايه؟ بتبص عليها كده ايه رايك؟ تخطف العين والله العظيم. هنا اللحظه دي بقى ما كانش حد يخش المطبخ على الحاجه الله يرحمها خالص نهائيا. دي لسه هتنزل على التخديعه. الله. عصافيري، نحط شويه كركم صغيرين. ايه اللي مصفر هنا؟ حلو. نحط شوية ملح وشوية فلفل. ونقلب الخليط ده كله يا عم الشيف. حلو الكلام. ونقلب كده. اهو شفت انا بعمل ايه؟ الخلطة دي مهمة جدا. ليه حطيت زبدة؟ الزبدة بتمسك لك كل الماتيريال ده او المقادير ديت او الخلطة دي كلها مع بعضيها كده. حلو. بصل، ثوم، زيتون اخضر، ليمون متخلل، طماطم شيره صغيره، ما حطيتش معجون طماطم. كل ده مع بعضه اهي زي الفل. هعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ هاخد الجزء الفراخ دول دلوقتي. ممكن لو انتوا يا شباب طيب يلا هنشوف اللي بيصفر هنا ده. الكفته جاهزه. يلا خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير نشوف ايه قصه البوتاجاز ديت، وبعد الفاصل هنشوف مع بعض نشتغل مع جوز الفراخ ازاي، لان طبعا له شغل تاني عشان يتشوي بسرعه. دول قبل المغرب مباشره. الاكله دي مش تاخد منك تلت ساعه باذن الله. ومعانا الكفته هنزلها في صوص الطماطم. والحلقه بتاعتنا النهارده حلقه مميزه وهي اكله امي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع جوز فراخ شامورت حلوين. وعدنا حضراتكم ان احنا هنعملهم النهارده بطريقه مميزه. ادي الفرخه معايا زي الفل، مش محتاجه ان احنا نتعامل معاها خالص غير بشويه بساطه كده، علشان الفراخ دي صغيره بالشكل ده كده، تتفتح بالسكينه اهو، والفرخه اهي زي الفل. حلو الكلام. نيجي على التانيه، بنرفع احنا عرق بتاعها كده والعبود الفقري بالشكل ده كده.
السكينه بتمشي كده اهو. خلي بالك هتعوري ايدك اهو. هو ده المشكله، ده اللي ممكن بياخد وقت كبير في السوى. اه زي الفل. وناخد الفرخه كده بالشكل اهو. التشريحه دي مهمه جدا عند الجناح كده عشان الدم، وهنا نفس القصه. آه. زي الفل. ومع البلانشه كده يا عم الشيف، بناخد بالخلطه الحلوه دي كده ونحطها هنا كده. شايف الجو ده كده؟ ونفس القصه هنا. آه. فراخ مشويه والاول بره اهو، وناخد نفس القصه هنا. اه ونفس القصه هنا. اخبار الجريل ايه يا عم الشيف؟ اه زي الفل، درجة حرارتها عالية جدا. بنحط شوية زيت صغيرين. حلو قوي. زي الفل، ولازم تكون درجة الحرارة عالية. وناخد الجزء، عايز بقى سؤال هنا للسادة المشاهدين، وانت يعني ممكن محدش هيتصل ويلحق يتكلم وكل حاجة. إذا أنا عندي فراخ متبلة بالشكل ده كده، والوهلة الأولى عايز أشويها، أبدأ أحطها على الجريل أو في الطاسة على بطنها ولا على ظهرها؟ ده تفرق على فكره في عمليه التسويه. ممكن يجاوبنا المخرج، ايه رايك؟ انت بتخش المطبخ اكيد، يعني على الناحيه دي وعلى الناحيه اللي تحت، الناحيه ديت. حلو تمام، شاطر حبيبي. اه هو ده. اه حلوه. اه هو ده. اه حلوه، ادي الفراخ بتاعتها زي الفل. تمام، خلصنا من جوز فراخ زي الفل. شابورت حلوين، مش هياخد وقت كبير على السوا لان الفراخ صغيره، وانا الجريلا بتاعتي سخنه. هتكمل سواها في الفرن بالتاكيد طبعا، عشان اوسع لنفس الفرن كده، واعمل شويه فول حلوين دلوقتي، واعمل حلاوه الجبنه في الاخر خالص، اكون روقت مطبخي. حلو الكلام؟ طيب استاذن فريق العمل، مقادير طاجن الفول بالبيض على طريقتي برضه هيعجب حضراتكم. الفول بنوصل معاه لمرحله ان هو بيطلع من الدباسه او من عند الراجل بتاع الفول مهروس وجاهز. ممكن حاطط له التوابل بتاعته، حاطط لك فيه الطحينه، الحاجات دي كلها. انا عايزك تجيبي فول خام. يعني ايه خام يا شيف؟ يعني ما تحطيش عليه حاجه خالص، وهتروحي بيه على البيت تحطيه في طاسه زي ما انا حاطه كده، وتهرسيه بالشوكه، وتحطوا له شويه زيت زيتون، بهاراتك ملح وفلفل وشويه كمون صغيرين كده، ويبقى معانا بالشكل ده كده. اه ده الفول. وصلنا للمرحله دي تمام، ودي سهله جدا. زيت زيتون على النار، شويه ملح، شويه فلفل، شويه كمون صغيرين، ويتهرس على مخرجنا الجميل مقادير الفول. نشوف مقادير الفول. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اه الفول لو خلص انا مش مسؤول. جبنا الفول من الدماسه او من عند بتاع الفول، او اشتريتيه جاهز ايا كان هو. بتاخديه بتروحي على البيت تحطيه في طاسه مع زيت زيتون والبهارات بس كده. اه وتسيبيه يغلي على النار شويه. اه الموضوع مختلف هنا. اه زي ما هو كده. اه بس انا هسيبه يغلي شويه على ما اغرف الكفته بتاعتي. تعالوا مع بعض نغرف الكفته بتاعتنا. اه كفته اللحمه الجبلي بالرز. اه عدلها شويه رز ابيض على النار. الرز الابيض بيستوي على النار. نعمل ايه بقى زبان؟ الحاجة كانت تغرف لنا طبق الرز وعليه مغرفة الكفتة، أنت ونصيبك بقى، يطلع ثلاث صوابع، سبعين، بتحبك أو زيادة، تسمع الكلام يطلع لك خمس ست صوابع وهكذا. الكلام ده كلنا فاكرينه، أكلة أم. آه آه الله. حلو قوي، تمام. نروق الدنيا كده عشان الصورة تطلع حلوة أول بأول. آه. أنا مش هحط بقدونس ولا أي حاجة، خليها زي ما هي كده. علشان أرجع للزمن الجميل وأفتكرها، زي ما هي. أه. زي الفل. طيب. الفراخ أخبارها إيه؟ سيبها على النار. نقلبها قلبة؟ نقلبها قلبة. مهم جدا وأنت بتشوي الفراخ تحط في الاعتبار إن دي ممكن تكمل سوا في الفرن. أه. إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ أه. زي بننزل عليها شوية بهريز من دول كده. الحاجات دي حلوة أوي على فكرة. أهو
والطعم مختلف بقى. تقدري تقولي طعم شرقي، طعم غربي، طعم موازي، زي ما انت حابه. حلو الكلام؟ زي الفل. نكمل قصه البيض. ادي الفول بتاعنا زي الفل على النار اهوت. بنجيب بوله صغيره. معانا من البيض 5 بيضات. اللهم صل على النبي. طاجن فول بالبيض، يعني دي وجبة سحور كاملة متكاملة، فيها كل حاجة. فيها البروتين الحيواني، بروتين نباتي، طعم ايدك الحلوة، رؤيتك للمطبخ، فنك للمطبخ، كل ده موجود. وتغيير في السحور، الله عليك يا أستاذة ريحان. أهو أدي البيض أهو، بننزل عليهم بسنة شبت صغيرة، شوية بقدونس حلوين، فص توم حلو، ده كله في قلب الإيه؟ في قلب البيض. لسه ما خلصتش بهاراتك. ما فيش اختراع، هو اختراع بس هي يعني ما كلفناش كتير، احنا ما رحناش بعيد. شويه الملح، شويه الفلفل الاسود عشان زفرة البيض، انا بحبه سبايسي شويه، بحط فلفله حلوه، واقلب دول كده مع بعض. لسه ما خلصتش، وارفع المضرب ده واركده على جنب، وناخد الفول الحلو ده كده. اللهم صل على النبي. يلا يلا، الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. الفول في قلب الايه؟ الطاجن. حلو قوي. هتعمل ايه يا عم الشباك؟ ايه الاختراع بتاعك ده؟ اللهم صل على النبي. بالشكل ده كده في النص. زي ما انا شغال كده في النص، المكان ما يتغيرش، في النص. بيروح فين بقى الخلطه دي؟ انا مش عارف. في النص. حلو قوي. تسلم ايدك يا مغازي. معانا زبده من المكعبات. دي وجبه سحور فيها كل العناصر الغذائيه اللي ممكن تحلمي بيها. عينيا. درجه حراره الفرن عندك كام؟ 180. صل على الحبيب، قلبك يطيب. ده مكانه فين في الفرن؟ محدش قال لي. هو ده في النص. يلا نقول له باي باي لمده 10 دقايق. هيطلع معانا طاجن فول بيتكلم مصري. نطلع فاصل ونرجع لاختراع النهارده وحصري على شاشه القناه الاولى، حاجه اسمها حلاوه قمر الدين، زي حلاوه الجبنه. ده اختراعي انا. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل. انت واقفه في المطبخ زيي، مطلوب منك تنجزي شغلك، ومطلوب منك كمان ما توقفيش في المطبخ كتير. انا هعمل دلوقتي الحلاوه قمر الدين اللي وعدت حضراتكم بيها. تعالوا شوفوا مقاديرها الاول. المقادير على الشاشه. قمر الدين منقوح في ميه مغليه، كانك هتبلي له مشروب. معانا سميد كوبايه. حلو الكلام؟ ومعانا شربات كوبايه. او عسل. اللي معانا عسل للامانه كمان. ومعانا فستق حلبي مطحون. كل دي مقادير معانا. حلو الكلام. ومعانا طاسه نضيفه على النار ما مرش لا عليها لا بصله ولا تومه ولا اي حاجه. انا جاي على بالي حاجه حلوه قوي بصراحه، يعني عايز اغرف الكفته دي، بحب اكلها مع الرز. شوف الشكل ده كده، مخرجنا الجميل. فاكر الشكل ده بيفكرك بايه؟ الشكل ده ايه؟ الشكل ده ايه بيفكرك بايه ده؟ انا عايز بس ارجع لذكريات جميله، ذكريات مستحيل ترجع تاني. طبق الرز وعليك كفته، ده كان احلى فطار زمان. هو ده زي ما هو كده. انا هخليه كده، معلش سامحوني، زي ما هو كده. طيب هنشتغل في الايه؟ في الحلاوه بتاعتنا. هناخد مقاديرها كده مع بعض. ادي الجبنه منقوعه في ميه عشان نسبه الملوحه اللي موجوده فيها. وادي السميد، وادي العسل، فستق حلبي، مية الزهر، ومعانا شوية مربى حلوين. معانا الطاسة بتاعتنا بنحط فيها سمنة بلدي، وتجيبي معلقة نضيفة
ما يكونش بره عليها اي حاجه خالص. حلو الكلام اهي زي الفل. اللهم صل على النبي. ننزل كده وننزل بالسميد الناعم. التحميره دي مهمه، لازم نشم ريحه السميد وهو بيتحمر اهو. الخطوه دي مهمه جدا، وانا بحمر السميد كده بدلعه بشويه ميه زهر معايا اهو. هي دي مش عايزه لها بالظبط كده اكتر من 10 دقايق على النار، نار شديده كانك بتعملي عصيده بالظبط. وامسك السميد ده اشوحه في السمنه لغايه لما ريحته الحلوه تطلع، في ريحه طيبه كده زي ريحه تحبير الشعريه. حاضر يا غالي، بيقول لي عايز اشوف الفراخ اللي بتتحمر ديت وصلت لفين اهو. احنا مش بنهزر. الفراخ بتستوي معانا زي الفل. حط ده هنا كده. خلي بالك اوعي تغلطي وانت بتقلبي الفراخ، تقلبي بالمعلقه بتاعتك الحلو، خلي بالك بتحصل مع شيفية كتير، ده ما يحصلش معاك انت. كلهم على جنب اهو. ننزل بميه الزهر بتاعتنا. التحميره دي مهمه. معانا ركزوا في الحته دي بقى، ده قمر الدين. قمر الدين حاطينه في ميه سخنه بالشكل ده كده اهو اهو. ده قمر الدين اهو 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 اهو. بينزل هنا. الله الله عليك وعلى والديك. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ وتسيبيها على النار تغلي. انت بتطبخي السميد دلوقتي بقمر الدين اهو اهو. بتطبخي السميد بقمر الدين اهو. الشربات فين؟ السكر فين؟ اصبر على رزقك اه. ونسيبها على النار تقليب مستمر بالشكل ده كده. حلو ده حصريا وحقوق الطبع لدينا وبس اه اه اه. النار معانا شديده ما زالت مستمره، والتقليب مستمر، والفراخ بتتحمر على النار. نبص على الفول بتاعنا، ننجز حاجات كتيره واحنا شغالين اه. ايه الحلاوه هنا؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. شوف الفول معانا بقى كده بيتكلم مصري كمان اه. معانا مين يا ست الكل؟ سؤال من على السوشيال ميديا هقول برضه، ينفع نحط بدل السميد كسكسي؟ طبعا لا ونو بكل لغات العالم يعني. حلو خالص، ده حاجه وده حاجه اه. حلو، نطلع طبق الفول بتاعنا. لا لا لا، حد يقول لي ان هو شاف الطبق الفول ده بالشكل ده؟ احنا مش هنقول الطعم لان الطعم ده لسه ما دقناش، بس حد شاف طبق الفول بالشكل ده؟ حد يقول لي بقى. تاخد الفراخ تدخلها الفرن شويه. اللهم صل على النبي. يلا تتحبر شوية كده مع نفسها زي الفل. ونرجع للحلو بتاعنا. معاك تفاصيل كتيرة يا شفيق، أنا عايزك تدلع الفول ده، لأن لما بنقول المطبخ رؤية فن إبداع ده بيتنفذ عملي. لا لا لا، طب بالله عليك أنت أكلت طبق فول خريطة أفريقيا؟ حلو أوي، بس مصر تتصدر القائمة. حلو أه، لانه معمول بخفه دم مصريه. نرجع للحلاوه بتاعتها عشان بركز معاها شويه. انا على فكره دي تاني مره اعملها، عملتها في البيت وعملها مع حضراتكم النهارده عشان نبقى واضحين مع بعض. ده قمر الدين مش مانجا عشان اللي جاي متاخر. زي الفل، ومعانا سبيت حمرناه في سمنه بلدي وحطينا على السبيت ميه زهر اه. لغايه كده احنا ايه فاهمين الدنيا ماشيه ازاي ونقلب اه. احنا خلاص مخلصين، ما وراناش حاجة، بس هنطلع الفراخ ونقدمها. حلو الكلام ده، هنخلص مع بعض فيه اه. وانا شغال اه بعرف السميتة استوت ازاي لما الخليط بيتقل معايا شوية اه.
يعني وصل لمرحله الغليان. اهو اخد النار دي هنا عشان دي عاليه شويه، معلش اهو الزبده شغال كده حلو. دي خلاص على وشك دي تطلع. ونقلب، ننزل بالجبنه اهي. بص على الجبنه دي بقى اهي اهي، دي جبنه عكاوي او جبنه مشدوله اهي 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 اهي. اللهم صل على النبي. ونقلب، مش هنقلب بقى بمضرب، ما ينفعش المضرب هنا خالص. نقلب بمعلقه خشب. جبنه تسيح بقى، يا ويلي يا ويلي اللي ياكل بالطبق ده. وننزل عليها بالعسل والفستق والحلبي. كل ما تسيح الجبنه كل ما تديكي شكل مخاطي لطيف جدا. شفت الجو ده كده؟ لسه لس 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 لس. ادعوا لي ادعوا لي دلوقتي يجي معايا خبز. انا فكرتوني بامتحان الثانويه العامه لما كنتش قاعد بحل ويجي فجاه ينزل عليا الوحي وابدا احل واكتب في الورقه، والمراقب يجي يقول لي وقتك خلص. ياه اصعب لحظه بمر بيها ديت، بقول يا رب فين فين بقى، كان 5 دقايق ولا 10 دقايق. يقول لك اللي ذاكر ذاكر. بص على الشكل ده كده. بص على الشكل ده كده. لسه نار شديدة زي الفل. دي حبة البركة. الله الله عليك، المخرج بيقول لي ايه الصبار ده؟ دي حبة البركة مع الجبنة. حبة البركة مع الجبنة، وهي موجود منها في نفس البولة اهو. الله عليك، مخرج شاطر بيخش على التفاصيل. شوف الشكل ده كده. لسه يا باشا. خليك تاكل منها دي ضروري. دي بعد الفطار نحط عليها شويه فستق شويه عسل والباقي نحطه على الوش. يلا العسل مش عايز ينزل، عايز سوري مش عايز يخلص بالنزول يعني. شفت ازاي؟ زي الفل. نجيب طبق التقديم. يلا مفاجأة بقى، نشيل ده كله من هنا ونوسع. اللهم صل على النبي. طبق تقدم حلو زي ده كده حلو. نوسع السفرة كده بتاعتنا ونشيل ده من هنا. حلو كده؟ ايه رأيك؟ اللهم صل على النبي. نخليها هنا عينيا. زي الفل تمام. نغرفها كده. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ زي الفل. فستق حلبي. تتزين بالفستق الحلبي ده كده. ركز معايا عشان الحلو ده مهم جدا، ويتقدم بالشكل ده. معانا عسل ينزل عليها كده. يلا صورني مع العسل. مش كل يوم كنافة، مش كل يوم بسبوسة، غير من مطبخك. حلو زي الفل. معانا الكريز الاحمر الحلو ده كده. يا دلعك دلعني والنبي. حلو مكلف 3 تعريفة، جبنه سميت عسل. الفراخ بتاعتنا اخبارها ايه؟ طلعها بالفرن بسرعه. اللهم صل على النبي. لا استوت يا باشا، احنا مش بنهزر. مكانها هنا زي الفل. اللهم صل على النبي. فراخ مشوية بالخلطة المغازية.
طلعت تمشي لي كده زين بيها. الشغل ده حلو، ممكن اقعد خضرة لطيف وحلو. عينيا زي الفل تمام. السفرة بتاعتنا كده بسرعة، احنا عملنا ايه سريعا كده عشان مهم جدا ان نوضح ان ممكن حد جنب اتاخر وعايز يعرف التفاصيل. هيتابع طبعا الصفحة الرسمية للقناة الأولى وصفحة أكلة أمي، عليها كل التفاصيل وكل الحلقات من قبل شهر رمضان بأربع سنين. معانا كفتة اللحمة الجبلي بالرز على طريقة أمي الله يرحمها، بس دي اللي أنا يعني إيه حابب النهاردة بركز عليها قوي، والشكل ده قدام عينيا من الطفولة. معانا طبق فول لأول مرة نشوفه بالشكل ده كده حصري. معانا فراخ مشوية بالخلطة البوغازية، تتبيلة كده اختراعي وافتكاساتي أنا. معانا النهارده برضو حصري حلاوة قمر الدين، اتعملت بالسميد وتفاصيل كتيرة وعسل وجبنة عكاوي منقوعة في مية للتخلص من الملح، ومعانا فستق حلبي ومية الزهر عشان تاخد الطابع الشامي والطعم الشامي. رؤية فن إبداع بتشوفه كل يوم في الشهر الكريم. منين يا أبو غازي؟ من ماس بيرو. Thank you.